أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم. أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم يشملهم عفوك سبحانك أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر ينفقها القادر تزكية للنفس وحبا في الخير وسبيلا وكفى برضاك لنا أجرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا يخلف ماله.